طابت أوقاتكم. بداية النشرة مع العناوين. قصف إسرائيلي متواصل على القرى الجنوبية. ضربات باكستانية على الحدود مع إيران. هل حلت أزمة المعلمين؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تتابعونها أيضا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الضربات الإيرانية على سوريا والعراق وصولا إلى باكستان، ردت الأخيرة في الساعات الأخيرة مستهدفة الأراضي الإيرانية وموقعة عددا من القتلى، لتسارع الصين إلى عرض وساطة بين الجانبين. غير أن الضربات الإيرانية التي أكدت طهران أنها غير مرتبطة بحرب غزة لا يمكن فصلها عن الصورة الشرق أوسطية الشاملة الغارقة في بحر من الدماء، على عكس التفاؤل الذي أبداه كثير إثر توصل السعودية وإيران إلى اتفاق بكين ووقف حرب اليمن والهدوء والاستقرار النسبي في سوريا والعراق. أما لبنانيا فوقت ضائع يملأه بعض السياسيين، إما بالوعود كما يفعل نجيب ميقاتي، أو بالمزايدات كما يفعل سمير جعجع، أو بالحركة السياسية غير المنتجة لحلول كما يفعل وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وآخرون. اطلاع النواب على المادة 57 من الدستور في أسرار اليوم. تبين أن عدد كبير جدا من النواب غير مطلعين على المادة 57 من الدستور يلي بتتعلق بحق رئيس الجمهورية برد القوانين. أطلق أحد المطارنة مواقف قاسية جدا من حزب الله خلال لقاءه أخيرا بوفد حزبه، على عكس مطران آخر أبدى تفهما لدوره. يؤكد معنيون أن الاستحقاق البلدي والاختياري يتجه إلى تأجيل جديد، وهذه المرة بذريعة أحداث الجنوب. تفاهم مع راب في تاريخ اليوم. بعد زيارة قام بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للرابية ب 2 حزيران 2015، حمل يوم 18 كانون الثاني 2016 صدمة إيجابية كبرى على المستوى المسيحي والوطني من خلال قيام رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون بزيارة مقر حزب القوات في معراب، والإعلان عن تفاهم محور وتبني جعجع ترشيح العماد عون للرئاسة وفق معادلة تقوم على دعم كتلتي التيار الوطني الحر والقوات لعهده مقابل تشارك الطرفين في إدارة الدولة وفق آلية محددة. لكن بعد عام تقريبا على انتخاب الرئيس عون، سقط تفاهم معراب في تجربة أولى من خلال انقلاب القوات على رئيس الحكومة سعد الحريري في مرحلة احتجازه في السعودية، قبل أن ينفذ جعجع انقلابه النهائي على التفاهم بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019. وفي المقابل اتهمت القوات التيار بالخروج على المبادئ السياسية العشرة يلي تم الاتفاق عليها وتلاوتها يوم التفاهم في معراب. تربويا، وبعد مرور مهلة 48 ساعة التي أعطتها نقابة المعلمين للمدارس، ما الخطوات المتوقعة اليوم للمزيد؟ ينضم إلينا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ. نائب، أهلا وسهلا فيك. بداية، هل من تطورات اليوم بهذا الملف؟ هل أخذتم ما اتفق عليه في الاجتماع السابق أم أن الأمور تراجعت إلى الوراء؟ يعطيك العافية. نحن المفروض تفضل في وزارة التربية، المفروض نكون على الساعة 5:30 بالوزارة لتوقيع البروتوكول اللي صار بيننا وبين اتحاد المؤسسات. آمل انه يجوا ونوقع حسب الاتفاق اللي صار، لأنه عم توصل لي هلا بعد المعلومات وكأنه يمكن ما يجوا. رغم انه أنا
تم الاتصال فيه من قبل الوزاره. اي خطوه ما بتأدي اليوم لتوقيع البروتوكول بيكونوا عم يدفشوا دفش نقابه العالمين لقوى الاضرار. وبالتالي ننتظر اجتماع عصر اليوم بالوزاره لمعرفه مآلات الامور، شو يعني عم تجيك اشارات نائب انه ممكن ما يجوا؟ مش تم الاتفاق على هيدي الصيغه بالاجتماع السابق من يومين؟ ليش ما بدهم يجوا اليوم؟ يعني انا هيدا ما بس هيك، انا اتصل فيي من قبل الوزاره انه تعا على بيروت وانا هلا صرت ببيروت، من المفروض الساعه 5:30 نكون بالوزاره ونوقع. اي شيء غير هيك انا بصير بحل من الاتفاق اللي صار، انا بصير بحل من الاتفاق اللي صار يعني. نعم. وانا لا اتمنى ذلك، انا لا اتمنى ذلك، لانه مو المفروض نوقع اليوم وننهي هالمشكله بعد. طيب تم الاتفاق، صحح لي هذه المعلومات، بده ينعطى الأساتذة المتقاعدين 6 أضعاف الراتب، صح؟ اليوم هيدا مثل متقاعدين الدولي، صحيح. ممتاز. اليوم هيدا الزودة ستقع مرة جديدة على عاتق الأهل، صح؟ لا. كيف لا؟ بالاتفاق تم انه المدرسة تدفع حسب عدد طلابها مضروب تقريبا ب اقل من 1,000,000 ليرة، 800,000 900,000 بالسنه. المدرسه مش الاهل، اكثر من الاتفاق. فاذا بحسب الاتفاق اللي توصلتوا له من يومين ما لهم علاقه الاهل بهذه الزوده وهي على عاتق المدارس. كانوا الاهل حاضرين الاجتماع. لو القصة من هيك ما كانوا وافقوا الأهل. أوكي. اليوم في حال عم بتقول إنه ستكون في حل بهذا من هذا الاتفاق في حال لم يحضر الفريق الآخر لتوقيع البروتوكول، هذا يعني إنه بكرة إضراب بالمدارس، تعلنون الإضراب؟ يعني المجلس التنفيذي ساعتها بدنا نتشاور إنه هل بالويكند بنبلش بحركة سلبية أو بنبلش ببداية الأسبوع. خليني انتظر الوزاره وعلى ضوء انا بعلم موقف نقابه المعلمين. ممتاز، شكرا كثير لك نقيب المعلمين بالمدارس الخاصه نعمه محفوظ على هذه المداخله. المزيد من الاخبار ولكن بعد الفاصل. إلى ذلك أشار الرئيس الباكستاني تعليقا على الهجوم الباكستاني في منطقة حدودية في إيران إلى أننا لن نتنازل عن أمننا الوطني وسلامة أراضينا وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضينا، ولفت إلى أننا نشيد بمهنية قواتنا المسلحة في استهداف مخابئ الإرهابيين وتجنيب المواطنين الإيرانيين الإصابات، وأوضح أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا وهناك حاجة إلى بذل جهود عالمية للقضاء عليه، لافتا إلى أننا نحترم تماما سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها ونتوقع الشيء نفسه من الدول الأخرى. وقال باكستان وإيران دولتان شقيقتان ويجب حل القضايا من خلال الحوار والتشاور المتبادل. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. حقق المنتخب المغربي فوزا مهما على نظيره منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0 في افتتاح مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما جمهورية الكونغو وزامبيا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما، ومنتخب تنزانيا في المركز الرابع من دون نقاط. وأكد أفضل لاعب في اللقاء عز الدين أناحي أنهم شاهدوا مباريات سابقة في البطولة واستفادوا منها الكثير. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.